ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة ودرس جديد وبارت 2 من الصفات المتضادة. ويلا نبدأ على طول، لان طبعا المقدمة قلناها في اول مرة كتيرة ولذيذة، لكن المرة دي هنأثر عليكم كلام كتير قوي قوي قوي. يلا نبدأ يا حمادة. احنا كتبنا الصفات باللغة العربية وعكسها، ويلا ناخدها بقى باللغة الانجليزية عشان احنا اللغات ولا ايه. يلا، اول حاجة خفيف عكسها تقيل. طب ازاي خفيف عكسها تقيل بالانجليزي؟ اول حاجة خفيف تبقى light، عكسها تقيل يعني heavy. طيب قصير يعني short، عكسها طويل يعني tall. طيب غني يعني rich، فقير يعني poor، ضعيف يعني weak، عكسها strong يعني قوي. يلا نقراهم. light عكسها heavy، short عكسها tall، rich عكسها poor، weak عكسها strong. طب تعالي بقى كده، وتعالي انت كمان معانا، نكون جمل علشان المعاني دي تثبت كده في دماغنا وما ننساهاش، عشان احنا كلنا ماشيين بالعلاج والله في الزهايمر. اول حاجة ممكن اقول مثلا my phone is heavy and your phone is light. معناها هنا ان التليفون بتاعي بيكون تقيل، بس التليفون بتاعك بيكون خفيف مضروب. يعني حاجة كلمة short وكلمة tall. اول حاجة عايزة اقول مثلا اخويا بيكون طويل جدا واختي بتكون قصيرة جدا، هقولها ازاي؟ my brother is very tall and my sister very short. My brother is very tall. My sister is very short. يعني اخويا بيكون طويل جدا ولكن اختي بتكون قصيرة جدا. تعالى ناخد على كلمة rich وكلمة poor. اول حاجة ممكن مثلا اقول هنا some people are، عشان هنا الناس بتبقى جمع، are rich and some people are poor. معنى هنا الجملة some people are rich and some people are poor، معناها ان في بعض الناس بيكونوا اغنياء والبعض التاني بيكون فقير. اخد حاجة، ولا ممكن اقول مثلا my body is weak and your body is strong، يعني جسمي او الهيكل بتاعي بيكون ضعيف اما انت مثلا بيكون، او العكس يعني. تعالوا نشوف هنكتبها ازاي. my body، خليني انا قوية، is strong and your body is weak. معناها my body is strong and your body is weak، معناها ان انا جسمي بيكون قوي ولكن انت جسمك بيكون ضعيف، ودي كده معنى الكلمة وعكسها، وعملنا عليها جمل. متهيألي حاجة سهلة جدا، في طبعا كلمات كتير بس دول اهمهم. عايزين بارت 3؟ انا ما عنديش اي مشكلة، قولولي عليها وانا هعملها لكم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك كده، ولو في اي كومنت يا ريت تبعتلي عشان اطور من المحتوى.